هاد الفيديو بغينا نوصلو واحد الميساج للناس اللي كتلوح السبل فين ما كان ولا فين ما لقات، ومثال بزاف ديال الناس اللي كتشوف هاد الكارثه وكتسكت عليها. نحاولوا نغيروا السلوك ديالنا، وطبعا التغيير كيجي مني ومنك ومن اي واحد كيتفرج في هاد الفيديو. فرجه ممتعه. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع ديال رمي الازبال في الشارع. غادي نمشي قدام اي واحد وغادي نحاول اللوحه هذه وغادي نشوفوا لا رياكسيون ديالهم. مي قبل كيف ما ديما ما تنساوش انكم تابونوا فلاشي وتفعلوا الجرس وكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو. هرميت وانا في الطريق وصافي. ولكن اختي راه انت كتشوفي بس راهي راه الزبل راه قريب، زعما حشومه شي حشومه. كيفاش ماشي حشومه؟ انا اختي رميتو انا صافي زربانه نمت ولحتو وصافي. ولا ولكن راه عشان شوفي البلاصه فين شي جالسه، ماشي يجي شي واحد اخر. ما انا البلاصه فاش جالسه ما فهمتش، بانت لك شي بلاصه فين شي حاجه مسخه لكن قيه. صافي دابا اختي تنشوف شي حاجه مسخه عاد اللي فيها. لا ما ترميش، واخا تكون مش مسخه ما تزيديش. كيفاش ما ترميش؟ انا بغيت نرمي. محشومه صاحبتي، محشومه جات. لا محشومه، انا جبتني هاد البلاصه اصلا زربانه. جباتك والله جبتك، واش كترمي فيها؟ لا بدلكم، انا كنلوح الزبل دابا. واش ها انت شوفي تلقاي عينك، بان لك شي حاجه انا مرمي. باش تلقاي عينك شوفي حداك دور. شي اول حاجه ما تهضريش معايا بهذا الاسلوب، ثاني حاجه انا نتزربانه لحسها صافي. ما تهضرش معاك بهذا الاسلوب، شفتي اسلوب ترميتي الزبل ترى هذا البلاصه نقيه. ها وانا اختي كاع رميت الزبل في الطريق. لا سقيه من بعد ومن بعد ويلي دابا اللي لحس الزبل تيوري كيوري المستوى ديالو. شنو واش بلاصه كتمشي كتشوفي بلاصه نقيه وترمى فيها الزبل؟ ماشي ما جاتش اصاحبتي. شتي بوحدك كتلوح هكا الزبل؟ نعم اختي. كتلوح هكا داركم الزبل؟ كيفاش كتلوح داركم هكا الزبل؟ ايوا كاينه كي داركم جمعي داركم كتلوحيش فيها الزبل، خصك تحطيه في بلاصتو. هو اختي بقى فيك سيري حطيه بلاصه. انت اللي لوحتي، انت اللي تجمعيه. ما يجيش شي واحد موراك يجمع ولا نجمعو ولا تجمعي بالسيف. راه كاينين صحاب الزبل دابا يجيو يجمعو. لا تجمعي بالسيف عليك. شوف حبيبه كاينين صحاب الزبل يجيو يجمعو. اش دخلك انت؟ خصهم انت خصهم انا ولا ماشي هما هذيك اللي خدمتهم؟ هذيك اللي خدمتهم وتخديها في شويه في سوق راسك. ولا بقى فيك جمعيه. جمعي انت. انا ما بغيتش نجمعو. والزبل كون بغيت نجمعو راه بلا ما تقوليها لي. الزبل صافي اختي بغيتي تجمعي ما تجمعيش. فاش منيتك دابا؟ الزبل تيجمع. عرفتي هذاك شنو كتقولي؟ المهم الزبل تيجي لوح الزبل صافي هادشي كنعرف. وجمعي لبقى. انت القيه حطيتي ليها. شوف اختي بلا داك الفلسفه ديالك وقوة الهضره الا بقى فيك جمعي. صافي ديالك صافي اختي صافي. كنتي مربيه كاع ما تلقيهاش ديالك. ويلي علاش شنو درتي؟ ما قتلتش روح قدامك. ياك ما درت شي حاجه. عادي. عايشة في هاد الزبل. الفيديو باقي ما سالا، بغيت غير نقول لكم دخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي غنخليكم في هنايا وكملوا الفيديو. شوف دابا قالت البصره نقيه، ما فهمتش انا شنو جاكم نقيناي. وريني شي حاجه نقيه. انا بغيت نجلس دابا. دابا واش منين تكون نتوما توريني شنو كندير؟ ما فهمتش. ما نوريك شنو كندير ولكن اش كديري؟ ولكن اش الدنيا؟ انا بغيت نلوح. انا اختي بغيت نلوح هنايا. انت حكمي على راسك، انا كنحكم على راسي. انا بغيت نلوح انا ماشي شغلكم. صافي نصحنا قلنا لك مره. كنت فاش تنصحيني اصلا؟ كتعرفيني؟ كنعرفك ولكن محشومه الاخلاق. دابا واش جالسه كتربي فيا مصفاتي حشومه حشومه؟ واش قلت لك خصك تربيني؟ نعم اختي. حنا بنادم جالس هنايا ما خصنا بغيناش تشوف الزبل. حنا جينا نجلسو هنايا في بلاصه الربيع وهذا ما بغيناش تشوف الزبل. صافي اختي ديك الساعه نضي من حداها وسيري لشي بلاصه نقيه بلا 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 ديالكم. المره الاولى ما تجلسيش هنا وترميه.
واش دابا انت توريني شنو كندير انا؟ انا بغيت اللوحو، انا بغيت اللوحو، ما تورينيش انا شنو كندير، فهمتي؟ انا بغيت اللوحو، قلت انا نحتو صافي صافي. غادي تسمحي لي حنا نروحو في الزبل، شتي صافي ديري مره اخرى قولي للبنادم نفس البلان صافي، كتبيني المستوى ديالك وصافي وديري اللي بغيتي، حنا غنروحو في الزبل. يعني حنا كنبينو المستوى ديالنا زعما ماشي ضحكتيني بصح انت مستوى المستوى المستوى هذا قلت هذا الثاني هذاك الشيء اللي كاين. واختي انا ما الاسلوب ديالي حيت ماشي شغله اصلا، كل واحد حر في راسو، كل واحد يدير اللي يبغى، وفين ما بغيت انا اللوح الزبله غادي اللوح. هذا ما كان عمومي ديال الناس كاملين ومن بعد لوحيتك يا انت قلتي ديال الناس كاملين، يعني اي واحد يدير اللي يبغى. انا لا. اي واحد يدير اللي يبغى، انا بغيت حبيبه كل واحد كيدير خدمته، صحاب الزبل كيديروا خدمته، واش انا ندير خدمته؟ راه حتى واحد ما غيدير خدمته. واقيلا انت اللي كتخلصيهم. شنو المستوى ديالك؟ وسيري عاونيهم، شوفي الا بقاو فيك، الا بقاو فيك عاونيهم، ما تبانش انا راسي، الا بقاو فيك عاونيهم. واش بعيد معاك الوقت؟ ما غنضيعش معاك الوقت، انا ما ضيعت معاك الوقت، سير عطاك اكثر ما عطاك اكثر من فهمتي. كيف ما قلت لك الا بقاو فيك سير جمعي زبلهم، فهمتي؟ زي ولا خليه ويلي سكينة فيها عايشة وفيها هاكا. تخيوق عليا؟ شنو هو؟ تخيوق عليا؟ هذا الوقت اللي واقفه عليا تيهزي الزبل. هزي انت الناس اللي فيك بلا 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 من الصباح وجيت كنفس على وحدين. شوفي كيف ما جيت كنفس على واحد اخر، عاوني شي شويه. كتخلصي انت الوضع؟ عاوني شي شويه. ياك انت ما كتخلصيش وعاوني. عاوني لا باك لا حتى شي واحد. شوفي حبيبه انا لحتو غتسدي فمك شي شويه وصافي. الزبل ديال الزبل بحاله. سبحان الله عرفتي هضرتك ديال البراش، ما نطيحش معاك النيفو حيت طيحتي لي وقتي بزاف. تلوح الزبل اللي حتو انت ديري اللي عجبك، ما غاديش ندخل فيك. الله يرجعلك مع شنو تكوني كديري في هاد الجردة، انا ما غاديش ندخل فيك. الزبل عندك عادي؟ عندي عادي، انا كنهضر على راسي، انت الله اعلم ماشي شغلي فيك، فهمتي؟ وهاد المرة ما تبقاوش تدخلوا اللي كانت شي حاجة تحشوا فيها راسكم. ديو شي شويه فراسك، شوفو ديو ديو شويه فراسك، ديو شويه فراسك، شوفي راسك كيفاش كتادي للبنادم الاخر. ويلي كان اديك واش قاصك؟ واش قاصك هذيك اللي حسانه قاصك؟ انا ما كنهضرش عليها. واش تي وهضري على راسك؟ شوفي هذا الوقت هضري على راسك، ما تهضريش على واحد اخر، كل واحد عنده في مومو يهضر على راسو. وين انتما شحال فيكم ديال الصداع؟ شوف شحال ضيع، شو ليا ديال الوقت. سير اختي كنت عند بنادم انت راكي ما ديريش بحال هكا. شنو هو؟ اجي 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 كملي هضرتك. شنو هو قلتي؟ سيرياس مشغول، ضيعتي لنا الوقت. واجي نقول لكم اجي اجي بيان سور. انا كبيره ما كندخلش كوميم كبيره كوميم. شوفي باينه كبيره باينه كوميم، ما كندخلش شي حوايج ماشي شغلي. بيان سور كوميم ما كندخلش شي حاجه ماشي ديالي، فهمتي؟ وكنعرف ندخل شي شويه سكر راسي داكشي. علاش ما كنتش كتجمعي الزبل؟ قلت كنجمع حبه كاع نلحو عليك. وسير لوحي سير جمعي ولا شبي ديري. شنو هو؟ ايوا دابا ما بغيتيش تجيو؟ دابا شنو؟ كنت غنقول لكم واحد الكاميرا الحياه. لا حرام عليك سلمي لي ناري والله. كنقول هادي شنو نديرو في الاخر؟ واخا اجي عافاك نقربو لهنا حيت انتوما راكم انا غادي غادي وانا تابعاكم. كنا جينا نديرو خير صدقنا. دابا الا قلت لي عندك قلت لك واحد الحاجه قول الا قلت لك واحد الحاجه دابا لك غادي تدوزي في يوتيوب. واش ندوز في يوتيوب؟ لك قلت لك هادشي هاد الهضره اللي دازت بيناتنا غادوز في يوتيوب. ملي ندوز في يوتيوب؟ ملي كنعرفك اصلا باش تدوزي في يوتيوب. حيت كاين واحد الكاميرا اللي هات. هادي فقط واحد التجربة اجتماعية كنحاول نوصل بها واحد الميساج. انا مالاش بعتلك معايا. قولي لي كيفاش جاتكم فكرة خدام كاميرا؟ فكرة زعما بحال زعما زعما واحد يجي له قدامك الزبل و يعني شنو اي شنو تقدري ديري بحال هكا ضروري تنصحي بنادم وخصو بحال هكا كتلقاي شي واحد تيرومي وما كيعترفش بانه دار الغلط فهمتي زعما كيبقى ما عجبوش الحال حتى نتي نصحتي ولا قلتي له معليش رميتي الزبل بداك هذا هو اللي كتلقاي المشكل مع بنادم فهمتي صافي اصلا كاين هاد المواقع بزاف كيلوحوا من الزبل كيجيو خاص تكون بلاصه نقيه وخاص تكون بلاصه زعما فيها الزبل هذا ما خصش تزيد حتى انت تلوح الزبل بصح واخا واش هانيه دوز معايا في الفيديو هاني اختي هاني واخا سمحي ليا بزاف لا ماشي مشكل الله يسمحي ليا اري لوحالك لوحه
شكرا. ماشي مشكل، انت اللي سمحي لي على هذا الاسلوب اللي هضرت معاك به. لا سمحي لي، انت عطيتك داك الشيء معاك الصباح وكملت الطبيب. ماشي مشكل، واخا لا معليش، واخا تقولي لي الراي ديالك في هذه التجربه قدام الكاميرا او اي حاجه جاتك على بالك. انا قدام انا ضد شي حليل حيت الزبل داك الناس، حيت انا كنحط راسي في وسطهم، نقدر انا من الناس. صح بصح تقبل في اللاج وعلي تقدر تزوج بشي راجل هكا شي واحد من عائلتك عادي، انا براسي ما نبغيش نلوح الزبل. وراه تكوني ماشيه تلوحي شي حاجه كتزلق راه يطيح ولا يتهرس. بصح انا هانت كنت ماشي تلقى الزبل في الجف هكا في وسط الله الا كان مزيان. بصح حتى انا واخا تسمحي لي بزاف على هذا الشيء اللي درت معاك به، واش هانيه تدوزي معنا في الطاشي؟ واخا وجهك ما غايبانش. واخا شكرا بزاف وسمحي لي. الفيديو سالا، كنتمنى يكون عجبكم، متنساوش انكم تدخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي غنخلي لكم هنايا، وخليوا لي الكومونتير ديالكم لتحت كيفاش جاكم الفيديو واي فكره بغيتوا انكم تشوفوها هنايا. السلام عليكم.